طيب إذن بهاي المحاضرة إن شاء الله محاضرة ثانية فعلية. قلنا استذكرنا بالمحاضرة الأولى فقط المجموعات، وحكينا شوية على الفانكشن، على الدالة. من يذكرني الدالة شنو نعني بيها؟ يعني شنو اللي نقصده بالدالة، وشنو هي هاي هدفها الدالة؟ من نقول اف اوف اكس سوينا فد شيء، كتبنا فد شيء، راويناكم بالسلايدات فد شيء، اف اوف اكس تساوي مثلا 3 اكس. هنا شنو نعني بها؟ ونقول ها طبعا لازم نقول اكس تنتمي مثلا، الاكس هي عبارة عن متغير ياخذ مجموعة من القيم. إذا كان مثلا نقول الاكس ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية، وعندنا دالة، الدالة الاف اوف اكس العلاقة أو الدالة اللي نريد نطلع من عندها نتائج معينة تساوي 3 اكس. هنا الدالة هنا ايش راح تساوي؟ ايش راح نحط قيم بدال الاكس؟ والاكس هو متغير ياخذ، ما قلنا الاكس ينتمي للأعداد الطبيعية، معناتها الاكس ياخذ من وين إلى وين؟ يلا الشباب الاكس ياخذ من وين إلى وين؟ الأعداد الطبيعية. ماذا نعني بالأعداد الطبيعية؟ غير الأعداد الموجبة شلون عزيزي؟ للدو سفر الأعداد الموجبة الأعداد الموجبة نضيف لها الصفر؟ لا، لها الصفر. إذا هو سفر الأعداد الموجبة جيد، همام همام مهند، جيد. طيب بيش حالة العلاقة ضرب محمد دالة عبد الأف اوف الرسول، اكس؟ حلو، ها عيني، ترى محمد عبد الرسول مو همام. لا شو ده؟ ها محمد، ايه صح محمد عبد الرسول، ايه عشت ايدك، ما بين عندي الا هسه. طيب حمودي، طيب خليني اوكي، بهيج حاله الداله هنا ايش راح تساوي؟ الداله راح تكون نتائجها متغيره لو ثابته، يعني يطلع رقم واحد. دكتور العناصر مال اكس ممكن الاعداد الطبيعيه راح نضربها كلها بالرقم، يعني مثلا احنا ممكن قبل الاكس تساوي لنا 3 اكس، اي نضرب الثلاثه بكل الاعداد الطبيعيه اللي فرضناها ان احنا اللي هي للاكس، يعني راح يكون صفر اول شيء، بعدين جيد تصعد لنا ب 3 جيد حلو ياسر لنا ب 6. لا ما عافية. لا داعي. يعني بهيج حالة، بهيج حالة هو انا هذا السؤال عشت نعم ايدك، يعني هذا السؤال معناتها الدالة قيمها تتغير بتغير قيم المتغير، قيم الدالة تتغير بتغير قيم المتغير، متغير الدالة اللي هو الاكس. مرة لين انا اخلي صفر، مرة اخلي واحد، مرة وهكذا. طيب ايش حكي انا على الدالة بعد؟ هو شنو ليش نستخدم الدالة، او ليش اكو دالة؟ ما هي الدالة؟ ما هي هاي العلاقة؟ شنو معناتها؟ انا هسه انا خلوني اسأل. يلا رانيا رائد، نعم دكتور، يلا رانيا قولي لي شنو الدالة؟ الدالة هي علاقة رياضية تكون بأنه جيد تكون بالتطبيق عمليات رياضية بوجود متغير يدعى إكس. المتغير إكس يكون عبارة عن رقم. مثلا عندنا علاقة رياضية، مثلا أنه أقول حلو، أعداد طبيعية مثلا صفر وأعداد موجبة، إذا دخلنا عليه إكس يكون متغير صفر أو موجب أو سالب، الدالة راح تستخرج لنا إنه كل شيء نواتج رانيا تكون جيد أعداد سالبة وموجبة وصفر، يعني رانيا تعطينا حكيش علاقة حلو جديدة. ممتاز، حكيش حلو صحيح اكيد، بس انا كنت يعني اوكي انت جاوبتي اجابه لطيفه، لكن انا اريد اسمع اجابه مكمله، يعني بعد احكي، يعني خليني اسمع واحده من واحد من زملائك يكمل لي. انا اريد افهم هي هاي الداله انا من اخليه هي بالنتيجه شو تمثل؟ نعم انت قلتي علاقه رياضيه يكون بها المتغير ويكون بها وياها شنو بعد؟ مجموعه مؤثرات. هو الهدف من الداله، تأثر على الريزلت أو النتائج، تعطينا نتائج احسنتي، جديدة. يعني اني الهدف من الداله انه اطلع مخرجات من مدخلات مع وجود
عوامل مؤثرة على هاي المدخلات وتطلع لي مخرجات تختلف عن المدخلات حتى تحقق لي النتيجة اللي أطمح إليها. حلو؟ نعم. حلو. طيب من هذا المنطلق نروح إلى محاضرتنا اليوم. بعد دكتور إذا تسمح لي. إيه ياسر قول. نعم الدكتور، بالنسبة للدالة هي عبارة عن ما تدل على أنه علاقة تربط كل عناصر اللي موجودة في المجال، يعني اللي تربط لنا ما بين مجموعتين اللي هي المجال، عناصر اللي موجودة في المجال والعناصر الموجودة في المجال المقابل، يعني ربط تدلنا على فد علاقة ما بين مجموعة من العناصر، تكون هاي العناصر أي. بمجموعة واحدة أو أكثر. حلو، كلش حلو. نعم. اللي هي مثلنا وندل عليها هي بالدالة. نعم دكتور. ممتاز، هذا حكيك باع، هذا الحكي حكيك حلو واكاديمي طبعا بالمناسبه، لكن انا اريدها شلون حكيناها بالاسلوب البسيط حتى نفهم انه نريد انه هاي فعلا هاي العناصر اللي بالمجموعه هاي العلاقه عليها مجموعه مؤثرات، اكو مجال مقابل اللي هو مجموعه المؤثرات. ممتاز. يطلع لي نتائج جديدة، مخرجات جديدة، هي الهدف من وجود هاي الدالة، هو هذا الفاكشن. نعم دكتور، إضافة على كلام ياسر. ها شباب، آسف صار قطع غير محسوب. أي وين وصلنا؟ كان واحدة من البنات منو اللي عقبت على كلام ياسر؟ لا دكتورة، مو تعقيب، إضافة دكتورة، إنه ياسر دكتور ياسر قال إنه هو يعني تربط بين مجال ومجال مقابل، بس أكو شرط حتى إنه هي تربط بين مجال ومجال مقابل، شنو هذا الشرط؟ وان تو وان، لازم الدالة تكون وان تو وان، مثلا عنصر من المجال لازم ما يستقطب عنصر من المجال المقابل. عافية، حلو حلو حلو، روعة، وضحيها بعد أكثر، يعني شنو قصدك؟ اعطيني الدالة مثال وقولي وين العنصر المقابل وين العنصر المتغير. دكتور مثلا أسمعك ياسر بس خلي تكمل رحمة وأرجع لك. مثلا عندي مجموعة من العناصر بالمجال اللي هي مثلا أنطي 1 و2 و3، وعندي زي. بالمجال المقابل عناصر 4 و5 و6، هنا لازم الواحد يرتبط بالأربعة والاثنين يرتبط بالخمسة والثلاثة يرتبط بالستة. ما يعني أجي انت هسه خلي نوضح حكي رحمة، حكيك كلش حلو صحيح، هذا حكي أكاديمي بحت، هذا حكي مال أساتذة، نعم دكتور لكن تسمح لي أكمل؟ أسمعك وحكيك كلش لطيف وحلو صحيح 100% أنت وياسر للأمانة. نعم نقاش كلش ممتع. أنا هنا هاي شوف، أنت قلتي فترة كلمة حلوة، قلتي الواحد يرتبط بالأربعة واثنين، هنا راح أسئل السؤال بما أن أنت صاحبة الطرح وصاحبة هذا المثال، معناتها الدالة هنا إيش تساوي؟ إذا حسبنا الأكس، إذا اعتبرنا الأكس هو المتغير اللي هو ينتمي لمجموعة الواحد والاثنين والثلاثة، خلينا نسميها مجموعة أي، والمجموعة المقابلة مو اللي هي مجموعة الدالة اللي هي نتيجة الدالة، يعني الأربعة والخمسة والستة هي الـ F of X. هنا الدالة مالتنا شو راح تكون؟ الدالة مالتنا شو راح تكون رحمة؟ دكتور أنا اعطيني اعطيني مو هذا قصدي، يعني مثلا قصدي إنه قاعد أشرح على one to one، لازم إنه مثلا الواحد بالمجال المقابل اللي إحنا سميناه X ما يجي يرتبط بعنصرين من المجال المقابل. اوكي هذا الارتباط، نعم دكتور. علاقه ودتني اعطتني هاي النتيجه،
يعني هذا الواحد من دخلته بالمعادلة طلع بالنتيجة 4، بالضبط تمام؟ دكتور، هو بالضبط. هذا أوكي. شنو اللي يخلي الواحد يصير 4؟ دكتور هو عندي يعني أنا عوضت قيم الاكس مثلا، عندي هو دالة ازداد، معينة. هو أحسنتي، الواحد صار 4، الواحد معناته ايش قد زاد؟ يعني زاد 2 3. معناتها الدالة ايش راح تكون؟ الاف اوف اكس اللي هي 4، نتيجتها 4 تساوي الاكس زائد 3. الاثنين بالضبط نعوض بالاثنين، مثل شلون قلتي انت الاثنين تساوي 5، راحت للخمسه انتبهت للخمسه، معناتها الاثنين زائد 3 وهكذا، معناتها بالضبط الداله مالتي صارت الاف اوف اكس يساوي اكس زائد 3. زين، اذا قلت الاربعه هي ساوت الواحد، معناتها انا عندي الداله هي قيمتها 1 والمتغير هو اللي ينتمي للأربعة والخمسة والستة عن الإكس، معناتها الإكس شو نسوي؟ راح نطرح من عنده 3، معناتها الدالة راح تصير لا بالعكس، أف أوف إكس تساوي إكس ناقص 3، تمام؟ اي بالضبط دكتور هيك. هذا الفهم كلش لطيف. أكو هسه راح أراويكم في المجموعة في السلايد بهاي العلاقات وعملية التوضيح وشلون تتوصل إلى أن أنه أنت هسه الحلو بالموضوع، أنت ياسر وين رحتوا لي؟ رحتوا لي على موضوع متقدم شويه بالداله، انه خلي انه استدليته من المجموعه مال الاف اوف اكس مع مجموعه يقابلها مجموعه المتغير، يعني اللي ينتمي لها المتغير اكس متغير الداله، رحتوا لي الى انه شلون تسوون العلاقه، شلون تسوون الداله مستندين الى نتائج الاف اوف اكس والمتغير، الى قيم المتغير وقيم الاف اوف اكس. كلش لطيف، كلش حلو، عاش ايديكم. زين، خلوني اروح للسلايدات ونشوف يو ار بريزنت. مسوي بس بعدني ما فاتح السلايد. حلو، خلينا نفتح لنا السلايدات ونشوف المحاضرة مالتنا. نقاش حلو وممتع، و يعني ما شاء الله اكو فهم عالي المستوى حقيقة، راقين بالطرح، قارين، مطلعين على مصادر، وراحين مدورين بالإنترنت، فشي كلش حلو ومسوين شغل، وكل الحكايات طبعا صحيح بما لا يقبل الشك. نروح اليوم على مفردة أخرى، البوليان جبرا اللي ياسر تعب روحه بيه حقيقة، هذا موجود. انا راح انزل الشرح مالته بس انا ما راح اركز عليه حقيقه، حتى ما راح اجيب عليه ترى اسئله، يجوز اجيب يعني يجوز ملتيبل تشويس واحد لو اثنين، ما اجيب عليه شغل. حتى هاي البروبرتي اوف فانكشن هاي تقروها للفهم. اوكي طيب، هاي الدوال الكومبوزيشن جراف، خلوني اروح، اريد اروح للموضوع اللي انا اليوم اريد احكي عليه. اذا الفانكشن صارت واضحه، نروح على موضوع اليوم، عندنا مفردات أخرى، ناخذ الكومبينيشن البرميتيشن والسميشن اللي هي مواضيع كلش بسيطة، وانتو انا اعتقد مر عليكم كثير. الالجوريثم ما راح نشتغل عليه اليوم، الالجوريثم موضوع يحتاج في محاضرتين او 3 محاضرات 4 اريد اسويه، لان يعني موضوع كلش مهم عندكم بالبرمجه، يفيدكم كلش نظريه الارقام. اوكي خليني اروح، وين ما راح اروح على الانتجر، هذا الانتجر اي فيلم. هذا كله نخليه ويا الالجوريثم. نروح على السيكونس، هذا موضوع كلش بسيط له علاقة بالدالة. خلينا نروح للسميشن. شباب السلايدات بدأت تطلع عندكم شباب؟ نعم دكتور.
واضح دكتور. اوكي خلي شوي اسئله مني مايس حتى اشوف الوياي. هسه اريد من ناس يعني ياسر وراني بين عليهم التفاعل والاطلاع الحلو على المواد وعلى الماده اللي ياخذوها على المحاضرات، هسه حتى بدون مي بدون انا حتى بعد ما منزل هم قاموا يطلعون، فاريد اشوف بقيه الشباب اريد اسمع منهم. فاريد من ياسر وراني يلتزمون الصمت المؤقت لحد ما أيس من إذا ماكو إجابات من الباقين أرجع لياسر ورانيا ورحمة، هذول الشباب الثلاثة، وأنا أتمنى كلام يسجل عندي بقية الشباب أيضا مشاركين كانوا حقيقة يعني حتى الأستاذ يكون مرتاح جدا من يشوف هالشكل يتفاعل، بالعكس يصير عنده حافز يقدم بعد أفضل إن شاء الله يعني يكون. خليني اسمع، خليني اول مره احكي شويه على السميشن. السميشن كل بشكل كلش بسيط، شوفون مثل هذا السلايد، هاي علامه السميشن اللي هي هذا، شلون علامه الحرف الاي بالانجليزي بس مكسور هنا. السميشن هذا عاده يستخدم لعمليه جمع القيم المتغير، قيمه اي متغير عندي، ومرات هذا المتغير داخل بعلاقه، يعني هو داله، يعني انا مرات اسوي سميشن لداله مو بس لمتغير. مره تكون هاي الداله هي مثلا هو المتغير مضروب في نفسه يعني تربيع، او متغير ناقصا فتشي واسوي له سميشن، يعني بالنتيجه السميشن عمليه الجمع، مجموع خلي اقول مجموع الاي او مجموع الاكس بشرط انه الاكس تنتمي من والى. بالسميشن لازم يتحدد المن والى بلغة رقمية، مرة يكون بلغة رقمية ولا يكون بلغة المتغيرات، مرة لا أقول summation x i، هنا أنا راح يصير عملية الجمع للمتغيرات وليس للقيم. مرة أقول summation x وأقول ال x من 1 إلى 10، معناته شنو؟ إذا أقول summation مجموع ال x وال x من 1 إلى 10، خلي نسأل نسرين. نسرين أكو عندكم نسرين؟ شبت نسرين لو ماكو أصلا هذا الاسم ما جبته من عندي. ماكو دكتور نسرين؟ ماكو والله صدق طلع ماكو. زين نادين 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 على نفس الوزن نسرين نادين نادين. سميشن اكس والاكس من 1 إلى 10 نانا ايش نعني بيها؟ انا دا اقول نجمع متغير والمتغير ياخذ قيم من 1 إلى 10، معناتها شنو؟ شو تقولي نادين؟ نادين مشغولة. طيب خلينا نسأل أميمة. أميمة عمر، راح نجمع الأعداد من 1 للـ10 لأن هي تكون جمع سميشن. عافية نادين، عافية، أحسنت. إذا سميشن الإكس والاكس ياخذ من 1 للـ10، معناته نجمع من 1 للـ10 ونقول هو هذا السميشن ترى مال اكس. هنا تشوفون هذا شوي خلي اكبر السلايد اسوي له بعد ريفيو. شوف اختفي اوكي. وهنا السميشن نادين ايش قالت؟ شوف هنا مثلا سميشن اي جي، الجي ياخذ من الام للان، معناته اذا اقول سميشن اكس واكتب الاكس لي جوا لازم اكتب الاكس جوا يساوي 1، وفوق بدل الان اكتب 10، معناتها راح اعرف انه الاكس من 1 إلى 10 حتى اعرف شو راح اجمع. حلو؟ شباب واضح مو؟ واضح دكتور واضح. واضح دكتور. طيب هذا السميشن كل بساطة، هذه مجموعة من التوضيحات للسميشن. شوف هنا أنا قال مثلا بهذا المثال we write as summation j من 1 إلى 1000 summation للj تربيع، هنا أنا شنو؟ الواحد الربعة زائد
اثنين نربعها الى زائد الف تربيع. حلو، نخلي جوا مثال ابسط من واحد للسته، مثال جوا شويه. طيب انا بهيج حاله سميشن من الواحد للالف او من الصفر للعشرة الاف، اقعد احسبها بالحاسبه شلون؟ زين هاش قد اطول بها اذا اريد احسبها واطلع نتيجه؟ اكو شلون استدلت قبل شويه رحمه وياسر من حكوا على الواحد تروح للاربعه واطلع العلاقه بيناتهم. هنا جماعه الرياضيات ولا حشاشه الرياضيات الزينين اللي هم طبعا مو عراقيين ولا عرب، كانوا احنا عندنا ذول الرازي يعني اكو علماء رياضيات قدماء سماء مو يحضر يعني ما اذكر اسم محدد، لكن للامانه كانوا علماء رياضيات الامريكان الهنود الباكستانيين اللي هم حقيقه قدموا لنا هاي النظريات وهاي النتائج اليوم اللي بدنا نشتغل عليها وبدنا نعطيها كمحاضرات. وصلوا الى انه هذا الجي من واحد الى الالف سميشن للجي، اكو علاقه رياضيه تطلع لي النتيجه بشكل مباشر مع مجموعه، طبعا هاي صارت مجموعه من الثوابت، هاي وحده من عندهم. هنا انا اشوفوا هاي سميشن الجي من واحد الى الان بغض النظر عن قيمه الان، هنا أنا حتى اطلع الناتج بشكل بسيط بدل ما اقعد احسبها من الواحد الى الالف للعشرة الاف، طلع الان في ان زائد ان واحد على اثنين، يعني اذا جي من واحد الى الالف سميش يعني سميشن جي الجي من واحد الى الالف معناته الف في الف زائد واحد على اثنين، يطلع لي نفس النتيجه اللي اذا اقعد اجمعهم رقم رقم. واضح؟ واضح؟ واضح دكتور. تسمعوني؟ انا المهم عندي الصوت واضح؟ واضح. ان شاء الله. طيب. هنا لا اختلاف الموضوع. هنا جاي من هنا سميشن للاي اس جاي. جاي من الصفر للان، شوف العلاقه اللي طلعت الداله. اي اس ان زائد واحد ناقصا واحد على اي ناقصا واحد. اي ناقص واحد. احنا من يعني هاي نجيب هاي تجيبوها يعني ممكن اجيب عليه تطبيق بسيط بالمالتيبل تشويس، ما اجيب ارقام معقده، هاي مجموعه من المعادلات من الدوال اللي تختصر هاي العلاقات. باع انتبه هنا السميشن جاي جاي من واحد الى الان هذه الداله مالتها، هاي بتيك نتائج مباشره. هنا السميشن من جي الى يعني سميشن جي تربيع من الواحد للان اعطاني هاي العلاقه. اذا جي تكعيب سميشن الجي تكعيب من واحد الى الان ايضا اعطاني هاي العلاقه. هنا يطلع لي بدل ما ادوخ واقعد احسب من رقم رقم وبدل ما اعرف الان ايش جيت دبل سم دبل سميشن. حلو، هذا هنا أنا عندي متغيرين اكس واي او اي وجي. هنا أنا راح اقعد اشتغل الدبل سميشن، شو اسوي؟ لازم اجي اعوض اول مره اطلع السميشن الاي، بعدين بعدين اخذ الاي اعتبره ثابت وارجع اسوي سميشن مضروب بالجي او بالاي حسب الاسبقيه، حسب يا هو السميشن اللي بالبدايه. اكو هذا مثال توضيحي عليه. إذا اعتبرنا اي هنا اعطاني الاي مثل الثلاثة والاي من واحد إلى الخمسة، ضرب الثلاثة عوضها بالواحد وبعدين عوض بالاثنين وضربها وبعدين سوى له جمع. معناته هنا أنا طبعا هذا على مستوى بسيط. موضوع السميشن بسيط. اكو احد عنده بي سؤال شباب؟ شباب موضوع السميشن. عمر رائد. عمر رائد.
سؤال خالد. نعم مستوى. روى عندك سؤال على السميشين، على الدالة، على الفنكشين. ده استاذ واضح. شباب أحد عنده سؤال على الدالة، على الفنكشن، على السميشن؟ عمر عزيز عندك سؤال؟ كل شيء واضح. نعم شباب ما حد عنده سؤال بعد. زين خلوا نروح الى ناخذ موضوعة البرميتيشن، ناخذ المفاهيم البسيطة للبرميتيشن والكومبينيشن. مفرد كين كلش بسيطات وحلوات. هذا راح نجي لل خلينا وين نشوف اللي نشوفها بالسلايدات. بالمناسبة أنا اللي ما نعنت هواي يعني الشباب رايحين على القسم كذا ومخاطبين إن محاضرات ماكو ومنزل. أوكي يعني أنا وياكم أتفق، لكن صراحة بعدني إنه أنا كل مرة إحنا المحاضرات اللي نسجلها ننزلها على المودل، عندنا نظام المودل اللي هو أيضا ويب سايت للجامعة. أنا كنت أتصور الكلية نفس يعني تابعة لهالنظام، يعني ننزل المحاضرات على المودل. اكتشفت إنه لا المواد تنزل على المودل ولا المحاضرات كذلك، ما عاد يعني ما هذا البيرميشن من الكلية، مال كلية المعلومات يعني المعلومات الطبية الأحيائية. فقالوا تنزل على الدرايف نفسه مال الكلاس روم يعني مال ميتينج. وتواعدت على اليوم بلكت ان شاء الله انزل لكم المحاضرتين السلايدات والفيديوهات اللي سجل يعني سجل هاي المحاضرة والمحاضرة السابقة. ناخذ البرميتيشن بس هنا نشوف المحاضرة. اوكي خليني اروح Limitation دقيقة واحدة إن شاء الله. دقيقة وأرجع لكم بس أجيب المحاضرة، يعني أستدعي المحاضرة وياي.
طيب خلينا نسوي برزنتيشن مرة أخرى ونشوف شنو عندنا. ناخذ هذه نزلتها على السريع. خلينا نشوف البرميتيشن والكومبينيشن. خلينا نشوف شنو البرميتيشن. برميتيشن عملية التبادل، يعني أنا عندي مثلاً مجموعة A B C، أريد أسأل هذا السؤال. خلي نفترض عندي مجموعة هاي الـ A B C، وأقول كم مرة نقدر من هاي الـ A B C نكون كلمة من ثلاثة أحرف؟ كم مرة نقدر نكون كلمة من هاي الأحرف؟ مو شرط تكون ذات معنى، مو بالضرورة تكون معنى، يعني بس نسوي عملية تبادل بين هذه الأحرف بالمواقع. تمام؟ حلو؟ واضح دكتور، واضح. معناتها كم حالة عندي ممكن تكون لعملية التبادل بين ذني الـ A والـ B والـ C، ذني الثلاث أحرف، كم حالة عندي؟ تقريبا 9، 6 أو 9. لا ما يصير 6 أو 9، هي واحدة من دول 9 أو 6، بس 9 مواقع. لأن إذا نخلي نجرب الـ A ونغير الـ B والـ C بيناتهم، هاي حالة أول مرة عندي حالة الـ A B C، بعدين A C B هاي اثنين، بعدين نخلي الـ A بالنص تصير B A C، بعدين نبقي الـ A بالنص ونسويها C A P، هاي صار عندي أربعة، بعدين ناخذ الـ A للأخير ونخلي B C A، بعدين C B A، هاي صارت ست حالات فقط ماكو غيرها. حلو؟ حلو. هنا البرميتيشن هو شنو؟ زين أنا هاي ماكو فد علاقة رياضية تختصر لهذا الموضوع. أنا لو قايل على عدد الأحرف وأقول فيكتوريال، عملية التبادل عادة تكون هي نفس عدد قيم المجموعة، قيم يعني مو العفو مو قيم المجموعة، عدد عناصر المجموعة اللي هي تنتمي إلها الإكس المتغير، و فكتوريال عملية يضرب في نفسه ناقصا واحد كل مرة. لو قلنا ثلاثة فكتوريال، هاي عدد عناصر هاي المجموعة هي ثلاثة فكتوريال، راح يطلع الناتج ستة. خلينا نجرب، إذا تريدون تجربون مع أربعة أو مع خمسة، ممكن تطلع لي نفس النتيجة. تمام؟ طيب هذا الحكي أنا قلت إذا كنت أريد ألف أكون كلمة من ثلاث أحرف. خلي نفترض لا، أنا عندي عملية اختيار، مرة يكون عندي عملية اختيار. البرميتيشن اللي راح أكثر ما يعني نستخدمه هو في عملية الاختيار، وبنفس الوقت تصير عملية تبادل. يعني شنو؟ خلونا نفترض هاي الفرضية، انه انت الان كم طالب عندي حاضرين بالميتنج؟ 38 طالب. تمام؟ 38 طالب. خلي اقول ذول ال 80 38 طالب اريد اختار من عندهم. عندي ثلاث كراسي بقاعة، اقول من ال 38 طالب اريد اختار ثلاثة اقعدهم على هاي الكراسي. عندي كرسي رقم واحد وكرسي رقم اثنين وكرسي رقم ثلاثة. اشقد عدد، شنو اشقد خياراتي انا بهالموضوع؟ من 38 طالب اختار ثلاثة وقعدهم على هاي الكراسي. هسه مو بالضرورة، ممكن يعني الكرسي ممكن اي واحد من دول الثلاثة يقعد باي واحد من الكراسي، ممكن اغير بيهم. كم حالة عندي؟ اخذ واحد واحد. هنا اذا حسبتها مره اخذ، خليني ارجع للشباب، خلوني اجيب. قولي رحمه، رافع ايدك. لا دكتور، هاي هو النتيجه شكل يمي بترفع. اوكي زين، خلي افترض اجيت من 38 طالب
أول واحد سحبنا من الطلاب طلعت لي رحمة، الثاني طلع لي إيهاب، الثالث طلع لي أحمد. بس وبالحقيقة أنا أسحب عشوائيا، يعني عندي خيار أي واحد من 38 أخليه بالكرسي الأول، بعدين أجي أسحب الثاني من الطلاب، أي واحد من 37، يعني أي واحد من يعني عندي 37 خيار. الأول كرسي عندي 38 خيار، الكرسي الثاني عندي 37 خيار بي، الكرسي الثالث يبقون شقد؟ شقد يبقون آمال مهدي؟ آمال مهدي نعم دكتور. كم واحد يبقى لي آخذ بالخيار الثالث الكرسي الثالث؟ يبقى واحد. عاش تيدش، عندي 36 طالب أختار منهم، عندي 36 خيار. أوكي، فصار عندي الكرسي الأول أختار أي واحد من 38، الكرسي الثاني أختار أي واحد من 37، لأن من طلعت واحد من 38 بقول لي 37، تمام. بعدين أخذت هذا قعدت الثاني بقول لي 36 طالب، أي واحد منهم أختار من 36، يعني الخيارات اللي عندي 38 37 36. حلو، معناته الخيارات هذه أضربها واحد بالله، 38 في 37 في 36 في، طيب ذول الثلاثة بيناتهم أنا أقدر أسوي بيناتهم عملية تبادل على هاي الكراسي، على هاي المواقع والكراسي اللي هو مثل ما قلنا وضحنا بالمثال أول الثلاث فيكتوريال، بيناتهم من يتبادلون بين المواقع على عدد الكراسي يصير عددهم فيكتوريال. مو شباب واضحة؟ واضح ديما دكتور. وسام واضح، طاني انت تقولين واضح، رحمة تقول واضح، ياسر يقول واضح، بس اسمع من الباقي. ديما وسام واضح. نعم دكتور. ديما واضح اللي دا اقوله؟ دكتور واضح. اسئلة شي يعني ديما؟ دكتور أنا لسه يعني أنا لسه دخلت يعني اوكي ماشي زين. فاطمة، فاطمة على العبيد. نعم دكتور. فاطمة اللي حكينا على البرميتيشن على الفانكشن، عندك في سؤال؟ لا دكتور. يعني البرميتيشن فهمتي عملية التبادل؟ ايه دكتور. زين فاطمة، انتو كم مادة تدرسون بهالكورس؟ فاطمة ثمانية كم مادة تدرسون؟ ثمانية 8 مواد. اريد اختار اجي بشكل عشوائي واقول لك اي مادة من المواد اللي تختارية، مثلا خلينا نقول ما حدد اسم المادة، اختاري لي أي مادة وانطيني درجتها، هنا راح تختارين أي مادة من الثمان مواد. مو أو راح آخذ ثلاثة ناخذ. لا، أنا أريد مادة، قلت سألت أي مادة، أريد آخذ أي مادة بشكل عشوائي، عندي 8 مواد أقدر أختار منها اللي يعجبني، تمام، وأسألك ايش قد ماخذة بيها. حلو حلو واضح. طيب اختارينا مادة، قلت لك اريد بعد مادة ثانية، هنا انا راح اختار من ايش قد. من 7 جيد، اذا ثالثة راح اختار من 6. من 6، معناتها راح اختار مرة من 8، اول مرة عندي 8 خيارات، بعدين صار عندي 7 خيارات، بعدين صار عندي 6 خيارات، انا اخذت 3 مواد، الخيارات اللي كانت عندي متاحة 8 في 7 في 6. تمام طيب حلو اوكي، اذا قلنا لا جيت قلت لك نختار اي مادة صار عندي 1 من 8، رجعنا للمربع الاول، بعدين رجعنا هاي المادة قلت لك رجعيها ما اريدها تبع علي، بعدين قلت لك خلي اختار مرة أخرى أي مادة،
ايضا راح تختاري 180، لانه رجع هاي يسمونه تكرار. هذا المفروض هي ورد يعني سبوره وقلم افضل، حتى افضل من استعدادات. استعدادات مثل توضح بيها امه عاده شرح يصير مزعج ماثيماتكس من السلايدات، صدق يصير مزعج. وما اذا عندكم شباب بالمناسبه، من هو ممثلكم ياسر؟ لو من هو؟ ياسين. ياسر مو؟ ياسين ياسين ياسين، وين ياسين؟ صح، هو ياسين مراسلني. ياسين موجود؟ ما اعتقد موجود لان الانترنت طفى عنده، قال احاول اشد ان شاء الشبكه ويرجع. اي طبعا، هو معظم الطلاب احنا كلنا يصير عندنا الانترنت مقطوع، مو مشكله. طيب اوكي، اذا تريدون تسووا لكم تحاولون تدخلون، والله شو اسمه تجون حضوري وتغيروها، يعني تروحون للقسم هذا، لانه عمليه معقده. يعني القسم هم عنده التزامات وعندهم مواد حضوري، فيتضارب ويا النسبه مال الحضوري. بس انا اقول اذا عندكم مجال تجون تاخذون حضوري ويا جماعه القسم الثاني يوم الثلاثاء، محاضره بالوحده عندي، اللي يريد يعني اللي يعجبه خليه، يعني نفس المحاضرات نفس الماده. انا اعتقد شوي راح تكون توصل يمكن اكثر بالسبوره والامثله. طيب نرجع لاصل الموضوع، هذا البرميتيشن، عمليه تبادل. يعني خليني شلون هسه مثلا هذا المثال، عندي 27 ستودنتس ان ذا كلاس، اختار من عندهم خمسه. اوكي، كم حالة ممكن اختار ذولا بيهم الخمسة؟ كم يعني شو قد خياراتي؟ هنا انا اشوف وضح، عندي اول خيار 27، هنا انا باعه اول خيار 27، ثاني خيار 26، وهكذا ضرب من واحد لله، طلع عندي مجموع الخيارات اللي ممكن اسحب بها خمس طلاب من 27 طالب. اوكي؟ اوكي دكتور. حلو، اوكي. بعد simple equation اللي هاي مثل ما قلنا، شوفوا هنا أنا ست أحرف، سوى عملية كون لي كلمة من ست أحرف. إذا قلت كونوا لي كلمة من ثلاث أحرف، من هاي السبع أحرف، العفو من سبع أحرف، قلت كونوا لي كلمة من ثلاث أحرف، هنا أنا ومو شرط تكون منطقية، هنا أنا ايش قد راح يكون عندي من يقدر يجاوبني؟ بس ما أريد لا ياسر ولا راني ولا رحمة ولا رانية، أنا أسمع من الباقي. من هاي الأحرف اللي عندي سبع أحرف، أريد أكون كلمة من ثلاث أحرف، والكلمة هاي مو شرط تكون ذات معنى. يلا شباب، وأنا سألت وكلكم قلت لكم من عنده سؤال، قلت فاهمين الموضوع. زهراء قاسم، زهراء كامل، زهراء علي، تامر حسين. نعم دكتور. طيبة فراس. يمكن زهراء علي. اوكي يلا زهراء، اريد اكون من هاي سبع حروف قدامك، بعد راح اشرح اليوم اسوي سلكت. اوكي، اريد كلمة من ثلاث احرف، كم كلمة ممكن اسوي من ثلاث احرف من هاي سبع احرف؟ قد عندي خيارات؟ يمكن نقدر 14 خيار بيها. لا تروحي على الرقم، وضحي لي شلون، اعطيني الاجابه شلون اعرفك من النتيجه النهائيه. لا ليش 14؟ مين جبت هذا الرقم؟ يعني كل ثلاثه نقدر نسويهم كلمه، يعني الاي بي سي. اي يعني انت تريدين تجربين وتطلعين النتيجه صعبه. ما عيني الساعة، كان الصوت عندي قطع، يعني شلون زهراء؟ شفتها مثل زين.
اي زهرة اكو شات اكو هاي كان، مو انا كل ساعة اقول منو مواضح عندي كذا. اوكي زهرة نوضح على هذا المثال اللي طرحت ان شاء الله. خليني اسمع واحد من الزملاء اللي ربما عنده اجابة، مثلا طيبة، طيبة فراس، شو تقول طيبة فراس؟ من هو اللي يسأل؟ تسمح لي استاذ، استاذ بس ممكن تشرح السلايد؟ منو منو عزيز؟ امين 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 ف امين فراس. نعم شنو سؤالك عزيزي؟ استاذ بس ممكن تشرح السلايدات بس علي له صوتك حبيبي، علي له صوتك، بس علي له صوتك، علي له صوتك انا ما اسمع. تسمعني هسه؟ اي استاذ ممكن تشرح السلايدات بالترتيب حتى نقدر نربط بين كلامك وبين السلايدات بحيث ينشرح مثال، تنشرح القاعدة بعدين المثال. انتبه علي، قل كلش حلو. اسمع أمين، أمين هاي سبع أحرف عندك، سيت من سبع أحرف، أريد تكون لي كلمة من ثلاث أحرف بشكل عشوائي، نختار كم كلمة ممكن تكون لي من ثلاث أحرف من هاي السبع أحرف؟ ايش قد عندك؟ دكتور اللي اعرفه انه هاي، انه هاي التباديل والرياضيات، بس يعني احنا هسه اي راسا جيت على هذا السلايد، بس احنا ما مخ هو بيها قانون، المفروض بيها قاعدة بحيث نقدر نحسب بيها. بعد هذا الحكي انا شنو؟ هذا مو كان مثال ايضا من ثلاث اعرف؟ هذا السلايد الاول، هذا السلايد الثاني، هذا السلايد الثالث. دكتور يعني مرينا عليه، دكتور يعني مرينا عليه انتبه بسرعة علي. يعني. انتبه علي فراس، امين العفو، فراس امين حبيبي انتبه علي. هذا جبنا راسا هذا وراه، حكينا شلون نختار من 27 ستودنت اختارينا خمسه، تمام؟ وهذا القانون مالت اللي قلت ان هو البرميتيشن، الان في ان يعني ان فيكتوريال، اوكي؟ وعمليه الاختيار تصير يعني الموضوع ما يحتاج ل فقط. اي دكتور يعني الباقي كلها امثله، يعني ما اقدر انا اقول لك اياها نظريا، لازم انا احلها بالواقع. جيد، هو انا هذا صح، هنا انا بهاي صحيح لازم تحل ورقه وقلم، هي الرياضيات كلها مثل المحاسبه مثل هذا كلها لازم تني ورقه وقلم، ما يفيدك تقرا قرايه. الاستعدادات ما ايش قلت؟ قلت لو حضوري كان يمكن تستفادون اكثر من الموضوع، فاللي يقدر اللي يريد يحضر ويا الثلاثاء ويا جماعه القسم الاخر ساعه بالوحده المحاضره ما. يعني حتى التفاعل السؤال والجواب صدقوني يصير اوضح، يعني عمليه سؤال يمكن تستوعب، ما اقول تستوعب، هو الاستيعاب ان شاء الله يكون نفسه، بس بالبرزنتيشن بالميتينج كثير من الطلاب يدخل هسه شلون يعني تعرفون وضع كثير من الطلاب مثلا يدخل ينشغل بامور كذا ومسجل حضور تمام، بس بالنتيجه راح تاثر وين؟ من يجي من يحل ورقه وقلم راح يحتاج الى جماعته، يجوز ما يقرا ينشغل غير اشياء، المهم هو الحكي. طيب هسه انا ارجع واسالكم مره اخرى، يعني هو هذا الموضوع المفروض كلش بسيط، انا من اقول ثلاثه كلمه يعني هسه شوف امين انت اجيت قلت لسان، شوف هسه مثلا ياسر، رحمه، رانيا، واحد من الشباب ذاك اليوم ايضا، فالتفاعل كلش كان لطيف وشوفهم جايين مرتبين، معناه انا حتى محاضرات ما منزل. الطالب اذا عجب الموضوع اذا حفت شيء هو يروح ينطلق به، اوكي؟ زين، فاحنا ايش قد نالف كم دكتور كلمه بس اقصد على الـ على الـ على طريقه الشرح، ما يخالف انا فاهمك، احنا الاساتذه اللي كانوا يعني من كانوا يدرسونا يعني يشرحون سلايد سلايد يعني وراها يعني سطر سطر بحيث تتكون عندنا القاعده، بعدين صح مثلا يسوون لنا كويز بحيث يعطونا هيك سؤال مثلا، يعني ورا ما تنشرح اكثر، ورا ما ينشرح اكثر من مثال بحيث احنا تصير عندنا قدره بحيث نقدر نحل تحريري، لانه اذا بس يعني نستخدم هذا كل استاذ اي صح امين، هذا كل استاذ وطريقته، انا هاي طريقتي، اوكي عزيزي واضح؟ يعني دكتور مو احنا امين ما يعني ما نقدر نسيطر على امين حاجة. امين سمعتني؟ نعم هاي طريقتي، اوكي
اي نعم دكتور، بس اقصد اوكي يعني اقصد اذا الواحد ما يعني ما يعني انا حاليا ما قدرت اسيطر على الموضوع ورا هاي المحاضرة اي يعني. حاول حاول تطلع، حاول تشوف جماعتك اللي فاهمي يعني اللي واضح عندهم وطريقتي ناجحه وياهم، وحاول من عندهم شوف دكتور انت ممكن كلامك واضح، يعني انت من تحكي انا كلامك واضح، بس احنا ان شاء الله يعني يكون لكم. من نمر على السلايدات، اذا ما نمر على السلايدات بالترتيب يكون صعب علينا كلش انه نفهم. هو راح بعد انزل لك السلايدات، راح انزل لك السلايدات ومر عليهم بالترتيب، وانا بالنسبه لي اتولى عمليه الشرح حسب طريقتي طبعا، مو طريقه الاخرين، كل استاذ ولا طريقته. عزيز هسه احنا نغادر هذا النقاش لان عندنا اولويه. اوكي نرجع للي فاهمين طريقتي، خلي اقول هالشكل اوكي، اللي طريقتي بعده صعبه عليهم شوفوا كلمة من 3 حروف صار لنا ساعة بسلايد واحد، وقبلها الاستعدادات اللي عرضناها وشرحنا مبادئها، وما حد أسأل أقول أحد عند الواضح، ترجع بالأخير من صارت السؤال للطالب قام يحس بالقلق وأنه أنا شلون لازم أجاوب. المهم 3 كلمة من 3 أحرف من مجموع 7 أحرف. قبل شوية شرحنا مال 38 طالب اللي كان ما منتبه وهسه انتبه وعرف ان السلايدات وانه لازم يعرف الطريقه ولازم يعرف القانون يحفظ القانون، هذا ما بيجد جدوى هذا الحكي. بالنتيجه 3 من 7 اخذ، الاول عندي 7 خيارات، الثاني 6 خيارات، الثالث 5 خيارات، 7 في 6 في 5. زهراء علي من جاوبتيني قلت لا سنه 14، المفروض تستندين الى شنو؟ نقول اول حرف ممكن اخذ 1 من 7 اللي هو 7 خيارات عندي، الحرف الثاني 6 خيارات، الثالث 5 خيارات، يصير عندي 7 في 6 في 5، فراح يصير عندي 42 في 5، يطلع في الرقم يمكن 210. 210 خيار ممكن أسوي كلمة من 3 أحرف أوكي من مجموع 7 أحرف. واضح؟ أنا طبعا المثال هنا عندي طبعا بيناتهم عملية تبادل، لأن ننسى عملية التبادل بين هاي الأحرف اللي هي كانت فيكتوريا، وإذا كان 3 وإذا 6 فهي 6 فيكتوريا. واضح؟ طيب خلينا نروح للستايد اللي ورا اللي هو مسويش، اند نجي للكومبينيشن البرميتيشن. من عنده سؤال على البرميتيشن لحد الآن؟ على قولة أمين هذا القانون مال البرميتيشن، أجي الان اللي هو عدد الحالات الكلي يعني عدد عناصر المجموعة، الآر هو المختار، الآر ايش قد نختار؟ يعني أنا من قلت 7 ونختار منها 3، أو 38 طالب ونختار منهم 3، القانون مالته هذا اللي هو N في N ناقص 1 في N ناقص 2 إلى N ناقص R زائد N 1، واللي يساوي الـ N فيكتوريال على الـ N ناقص R الكل فيكتوريال. حلو؟ هذا القانون. بهيج حالة من أقول 3 من 7 راح رأسا أقول 7 فيكتوريال عليه 7 ناقص 3 الكل فكتوريال. حلو؟ ايش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي 7 في 6 في 5 في 4 فكتوريال على 4 فكتوريال، تختصر تصير 7 في 6 في 5. شلون ذكرت قبل شويه المثال من قلت من 7 أحرف اختار 3 أحرف واسوي منهم كلمه، هو بالحقيقه شنو؟ عندي انا عناصر عددها 7 اللي هي الان اللي اريد اكون منها الكلمه المراد من 3 أحرف اللي هي الار. ايش راح يصير عندي؟ القانون فوق 7 فكتوريال اللي هو عدد الان، جواها الان ناقص 4 7 ناقص 3 شي يصير 4 فكتوريال. امين تسمعني عزيزي؟ نعم دكتور. هذا القانون. انا رحت لك على التطبيق، على العموم هسه ما يخالف، عدت لك القانون بالتفصيل. فهنا أنا على المثال اللي ذكرته قبل شويه، تريد هذا المثال الفوق مال اوراق البوكر، انا ما رحت على مثال البوكر، ليش؟ على اعتبار انه هذا المثال يستخدم عالميا، لكن انا ما رحت استخدمه. اوكي؟ مع هذا خلينا نستخدمه لخاطرك. شو نقول؟ نقول اختار 5 ورقات من مجموع البوكر يعني الاوراق اللعب اللي هي 52 ورقه. هنا أنا راح تشوف ايش قد عندي الخيارات من اختار 5، الان هي عدد الاوراق كلها. واضح ال 52؟ واضح؟ انا هنا اشرت سويت نعم سيلكت
الخمس اوراق اللي هي المختاره اللي انا اريد اختار طبعا بشكل عشوائي، فراح يصير عندي كم خيار؟ عندي اول ورقه من 52 ورقه، الخيار الثاني كذلك، نجي للتطبيق للقانون اللي هي الان. هنا شو تعوضها؟ امين شو تعوضها الان؟ 52 فكتوريال تمام؟ جواهر 52 ناقصا ايش قد؟ انا مختار خمس ورقات اللي هي الار، يعني 52 ناقصا 5 47 كل فكتوريال. من نجي اطبق هذا القانون راح يطلع لي نفس هذا الرقم اللي فوق، يعني راح اختصر ال 47 الفكتوريال، وال 47 فكتوريال تبقى 52 في 51 في 50 في 49 في 48 تمام؟ نعم دكتور. زين هذا الرقم ايش راح يمثل؟ ناتج هذا يمثل لي عدد الحالات اللي اختار من عندها خمس اوراق بشكل عشوائي من بين 52 ورقه اللي هي اوراق اللعب. واضح؟ يعني هسه بقى راح اجيب لك مثال اخر، وانا احب الامثله الواقعيه اللي من حياه، يعني من حياتي. انت اليوم طبيت سوبر ماركت هيك، خليني اقول حاط، رحت انت تريد تشتري، خلينا نقول شيء تحب دائما تشتري من الاسواق، شنو وين؟ اعطيني انت مثال بالك يجي من الاسواق تشتري. دكتور يعني انا فهمت تقريبا هذا مثال الكاردات. ما يخالف ما يخالف، بس انا اسالك وانت جاوبني. فشي من الاسواق تحب تشتري دائما انت لك بشكل شخصي، فشي نستله بسكت، يعني نوع من البسكت بالك فشي، ملابس مثلا، اعطيني مثال. نقول ملابس عزيزي، ملابس لا يعني انا اقصد الاسواق مو الملابس، مو الملابس شويه تقول لي من الاسواق، مو مثال الاسواق شويه واقع اكثر، انا ابين لك في الصوره. يعني ايش تقول؟ اي خد نستله معينه، اي نسات مثلا، شنو النستله؟ شو اسمها؟ خلينا نقول سنيكرز. سنيكرز ممتاز. يابا شباب ال 34 طالب الموجودين ويانا، ترى امين يحب السنيكرز حتى صاحبي. زين امين فتت للسنيكرز المحل السنيكرز، طبعا هو باكيت ومرات يخلي مجموعه من الباكيتات، بدنا نحكي على السنيكرز بس. شوف انت تاخذ لك نستله او نستلتين من مجموع باكيت ايش قد بي؟ يا اما 36 قطعه يا اما 24 قطعه، صح لو انا غلطان؟ نعم اي صحيح. حلو طيب، هن مو كلهم يشابهن، ايش قد احتمال شنو الخيارات اللي عندك اللي تاخذ لك قطعه من بين 36 قطعه؟ ممكن اي وحده من ذني تاخذها، يعني انت بالحقيقه عندك كم خيار حتى تاخذ لك قطعه سنيكرز نستلك؟ يعني اذا الباكيت ب 24 يعني 24 خيار، عندك 24 اختيار، اي وحده تاخذها من عندهن هو انت حققت المطلوب. ايه. حلو زين، اذا قلنا اثنين، اول وحده سحبتها انت عندك كان 24 خيار، الخيار الثاني من تاخذ نفس الاخرى الخيارات قلت لان في وحده اخذتها وقت عندك 23 خيار، فانت عندك اول مره 24 خيار والاختيار الثاني عندك 23 خيار، تضربن في بعض ليش؟ بس تقول ليش اضربن؟ ليش اضرب ال 24 في 23؟ لان انت هاي ال 24 ممكن اي وحده من ذني النساتل، فانت 24 في 23 على اعتبار انه قد يكون مو النستله هاي الاولاني، يعني الاولى اللي اختاريتها قد تكون هي وحده اخرى، قد يكون اي وحده من ذني الخيارات ال 24. زين اي الخيار الثاني، يعني انت عندك بالحقيقه حتى تاخذ نستل كين سنيكرز من الباكيت نفسه اللي يحوي 24 قطعه راح يصير عندك احتمال، يعني انت عندك قدره او مجموعه خيارات عددها 24 في 23 خيار. الدليل اذا حبيت تجرب شو تسوي؟ خلينا نسوي رقم اقل، خلينا نشوف جيت لقيت الباكيت خلصان باقي بيه اربع قطع. باو علي. لقيت بيه اربع قطع. حتى اثبت لك القانون الرياضي، انا راح اسوي اثبات القانون الرياضي. اربع قطع وبشكل تطبيقي بالمناسبه. اربع قطع.
القطع هن نفس السنين كارت. اخذت اول وحده ايش كان عندك؟ خيارات اربعه، الخيار الثاني ثلاثه، اربعه في ثلاثه يعني عندك صار انا قلت 12 خيار. زين اجي للواقع، اجي ارقم النساتن، اخلي اجيب هذا القلم الماجيك واسوي 1 2 3 4 حلو وياي امين تمام. وبقيه الشباب انا يعني صح دا اوجه الحكي لامين لان هو السؤال، بس اريد الباقين كلهم وياي بهذا المكان تنتبهون تركزون. اجيت اختاريت رقم واحد اللي علمت عليها برقم واحد، واختاريت رقم اثنين، بعد شنو الخيار الاخر؟ الجوارين من الصبح يهوسون. نرجع لأصل المثال، رقمت النسات الذني الأربعة، واحد واثنين وثلاثة وأربعة، واضح؟ نعم دكتور. أخذت رقم واحد وأخذت رقم اثنين، بعد شنو الخيار عندي؟ أخذ رقم واحد وممكن أخذ ويا رقم ثلاثة، بعد شنو الخيار عندي؟ أخذ رقم واحد وممكن أخذ ويا رقم أربعة. إيه. طيب صار عندي شقد؟ أربع خيارات بس، الأولى ورقم واحد مع البقية أربع خيارات. شنو الخيار الثاني اللي عندي؟ آخذ رقم بعدني أنا بدنا أسأل الأولى ثبتتها وأغير وياها النسألة الثانية. آخذ رقم اثنين وياها رقم واحد. آخذ رقم اثنين وآخذ وياها رقم ثلاثة. آخذ رقم اثنين وآخذ وياها رقم أربعة. بعد هاي أربع خيارات أخرى، ثلاث خيارات العكس. صار عندي أربعة وثلاثة سبعة. بعد عندي خيار آخر اللي هو ثلاثة وأربعة. حلو؟ نعم. إيش قد صار طبعا. عندي؟ نيجي نطبقها على القانون، نلقى أربعة فيكتوريال على اثنين فيكتوريال، أربعة في ثلاثة 12 خيار. إيش قلنا؟ واحد ويا اثنين ويا ثلاثة ويا أربعة. هاي ثلاثة. اثنين ويا واحد ويا ثلاثة ويا أربعة. هاي ثلاثة. إذا ثلاثة هم ويا واحد واثنين وأربعة هاي ثلاثة. إذا أربعة ويا واحد ويا اثنين ويا ثلاثة 12 خيار. معناتها 12 خيار تحقق نفس القانون. لو طبقه بالقانون يطلع نفس الخيار. إذا أخذنا أرقام بس هذا الحكي لأنه رقم بسيط قدرنا نطبق عليه. قدرت أشرحه؟ يعني نستنى ويا نستنى على قولتهم. بس بالأرقام الكبيرة هذا القانون يطبق وينهي الموضوع. واضح؟ صار واضح؟ نعم دكتور. بس بعد بس مو الترتيب، اتوقع التباديل يسمح بالترتيب، يعني اذا اردت، اذا انا استخدمت يعني مثل ما قلت حضرتك اي سوينا التبادل، احنا سوينا عمليه التبادل مال بابع من اختاريت الواحد يعني ويا الاثنين يعني ويا الثلاثة ويا الأربعة، بعدين رجعت الاثنين قلت ويا الواحد على اعتبار انه انا غيرت بالترتيب. اي سويت عملية يعني تبادل بالترتيب. ايه فيعني هو التبادل يسمح بالترتيب، يعني اذا يعني اذا طبعا طبعا واحد طبعا عملية اعادة الترتيب هو بعد وهذا الهدف. نعم. اوكي خلينا نروح للكومبينيشن. الكومبينيشن هنا الكومبينيشن قريب للبرميتيشن، الفرق بيه شنو؟ الفرق الكومبينيشن عملية الاختيار هناك البرميتيشن يركز وين؟ عملية التبادل بين خلي نسميها بين القيم اللي تم اختيارها. الكومبينيشن لا يروح إلى عملية الاختيار فقط، وأيضا يصير بها تبادل ممكن، لكن على أي أساس؟ القانون مال كومبينيشن اللي هو حرف سي كبير عادة يصير هو الفوق ان والجو ان، انا هم سواها ان وار نفس الطريقة مال برميتيشن. هنا القانون الفرق بيه انه هنا يضيف ار فيكتوريال
يعني هنا سوى عملية تبادل للي تم اختيارهم. حلو؟ مثلا المثال مال الورق اللي شرحنا قبل شوية اللي هو 52 اختارينا 5 ورقات بشكل عشوائي. القانون هنا اعتمد قال لا أنا ممكن أختار عملية الاختيار، مو بس عملية اختيار الخمس ورقات 52 كم حالة، لا إنه هاي الأوراق يكون اختيارهم يصير متغير بيناتهم. يعني أبد يعني أنا تكون عندي باليد بالهاند الخمس ورقات ممكن أغير بمواقعهم، فينضاف بس للمقام 5 فيكتوريال عملية التبادل، ماكو شيء أكثر. لكن الكومبينيشن الحالة المهمة بي مو هاي، هو ولا البرميتيشن اللي أنا أركز بيه. انتبه هذا قانون واضح، قانون الكومبينيشن واضح. الآن يمثل عدد الحالات الكلي، يعني يمثل مجموع، يعني خلينا نقول عدد عناصر المجموعة اللي راح اختار من عندها. واضح؟ الآن يمثل عدد عناصر المجموعة اللي راح يتم من عندها الاختيار، يعني خلينا نقول هو مجال المجموعة، تمام؟ اللي راح يتم من عندها الاختيار. الآر هي عدد الحالات اللي راح اختارها، عدد العناصر المختارة. واضح؟ المهم بالموضوع هنا وين؟ أو وين التركيز يصير؟ بالشروط اللي أخليها بالروتيشن والكومبينيشن. يعني مثلا فرضا على هذا المثال مال الورق اختاريت 5 ورقات من 52 ورقة. حلو؟ ايش قلت؟ قلت لازم بس من ضمن الأوراق اللي اختارهم لازم من ضمنها واحدة، يعني ورقة من مثلا الملك او يسمونه الشايب، تمام؟ شباب وياي وياي زين. من دول ال 52 اختارت اريد 5 ورقات بس من ضمنها لازم واحدة ملك. اشرط شرط اقول واحدة من الاوراق لازم ملك او شايب. هنا اول ورقه لازم اختارها، وقلت مثلا انا اول ورقه لازم اختارها ملك. هنا الخيارات شو راح تتغير؟ راح تتغير عندي الخيارات ولا بما انه انا خليت شرط انه لازم اختار ملك، فيصير عندي اول خيار مو 52. قد راح يصير عندي اول خيار؟ ترى 51. ورقه من بين كم ورقه؟ واحد. لا. لا. لا 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 أول خيار اللي هو الملك راح أسحبه من بين أنا كم ملك عندي بالورقة، بالورق كله من بين 52 ورقة؟ 4 عندي، بس 4 شايب أو 4 ملك، دول اللي يعني القلب الأحمر القلب الأسود هذا العنب الأسود المدري شنو دينار مو شكل المعين الأحمر، تمام؟ مو هي هاي الألوان مالتهم؟ طيب فأنا راح يصير عندي خياري واحد من 4 لأن أنا اختار الملك باخذ من 4 ورقات، لأن يعني عندي 4 ورقات إن صورتهم ملك. واضح؟ فيكون الخيار اللي عندي الأول هو واحد من 4. نعم دكتور. الخيار الثاني بما أن الأربع ورقات الأخرى اللي أختارهم لا بشكل عشوائي، فأنا اختاريت أول ورقة ملك فقلني الأوراق بشكل عام صار 51، فيصير الاختيار الثاني 51 50 49 48، نمشي مثل ما مشينا بالبداية مثل القانون الأساسي. المشكلة أنا دائما عندي بالكومبينيشن والبرميتيشن من أخلي شرط، حتى مثلا بهاي الأحرف نختارين 3 أحرف و6 أحرف و5 أحرف، إذا قلت لازم عندي حرف من ضمنهم حرف أي فلازم يصير عندي خيار من بين الأحرف هو واحد من واحد،
والباقيات لا بشكل عشوائي ممكن من بقية الأحرف من بقية الخيارات. خلي أشوف المثال. سترينج هذا حلو، هذا راح انزل لكم اياه كومبينيشن بلوك. هذا عملية اثبات الكومبينيشن لاست رو. اوكي راح انزل لكم اياه مجموعة امثلة على الكومبينيشن برميتيشن، بس اريدكم تركزوا لي مسألة الشروط. يعني خليني الغي السلايدات وخليني انا اسال وجربوا يمكم ورقه وقلم افضل. اكو يمكم ورقه وقلم؟ اللي يمه ورقه وقلم طبعا. انا راح اسال، خلي نفترض عندي مجموعه الاعداد من صفر الى رقم 9، واضح سؤالي هذا من صفر الى 9 وياي شباب؟ نعم دكتور. اريد رقم، اريد اكون رقم زوجي 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 اشتريته من اربع ارقام من اربع مراتب. رقم زوجي من اربع مراتب، شنو الخيارات اللي عندي بشرط انه يكون رقم زوجي من اربع مراتب فقط؟ من بين عندي اني السيت مالتي هي من صفر للتسعة، أريد أكون رقم من أربع مراتب بس يكون زوجي، شو تقولون؟ اكو شو اسمه، انا دا احاول اسوي وايت بورد، تطلع عندكم لو لا؟ شباب وايت بورد يطلع عندكم؟ تعال معكم دا دوس على الرابط دي يطلب اكسس. اوكي سيش. اوكي هسه دي يطلع عندكم الوايت بورد. هسه دي يطلع عندكم الوايت بورد؟ اي نعم هسه طلع. اوكي حلو. نعم دكتور هسه طلع. خليني افترض هالشكل، خليني اروح للقلم واقول عندي صفر واحد اثنين. دكتور الترتيب مطلوب من السؤال ولا؟ أربعة وك واحد يكتبها يلا ما يخالف. ستة سبعة ثمانية تسعة، وأريد رقم مكون من أربع مراتب بس يكون هنا، يعني يكون هذا العدد زوجي اللي اخذه. فعندي اول خيار، كم خيار عندي هنا؟ طبعا نجي من نسوي الارقام من جهه اليسار طبعا نبدي. دكتور التكرار مسموح؟ يلا اسمع. التكرار مسموح لو لا؟ ممتاز. اوقف خلي اشوف من اللي ده يحكي. دكتور انا يمين. من اللي أمين؟ أمين أمين كلش ممتاز. هسه قمت تربط، هسه صار حكيك ذهب أمين.
انا عبالي انت كنت اول مره نعسان وداخل متاخر والاتجاه على اخي وش قاعد فعلا حكيت. هذا سؤال كلش مهم. هنا الشرط هنا شوف امين راح يعني اكو اخفت شيء كلش حلو صار راح لي على فد قضيه مقدما قبل ما احكي قبل ما اروح لها انه هل اكو تكرار لو ماكو ليس السؤال هذا شنو قيمته هنا راح ياثر لي على عدد الخيارات بالمناسبه راح ياثر لي بشكل كلش جذري. لو قلت بدون تكرار وهنا بالبرميتيشن والكومبينيشن لازم اذكر اني بنص السؤال لو اكو تكرار لو بدون تكرار خاصه بقضيه الارقام والحروف هاي كلش ضروريه اذا ما اذكرها لازم تسوي لي الحالتين مره بتكرار ومره بدون تكرار. اذا قلنا خلينا نفترض الان بدون تكرار خلي نقول بدون تكرار يلا امين بما انت سالت ايش راح تكون الاجابه هنا الخيار الاول هذا الرقم الاول شو اخلي هنا كم خيار عندي بدون تكرار طبعا راح يكون عندي 10 خيارات. لا مو احنا دائما باليسار اذا نخلي الصفر الصفر ما ياخذ قيمه يعني هنا العدد انا قلت من اربع مراتب هنا شوف ما انا هاي اهم ذكرتها من قلت من اربع مراتب يعني يكون رقم من اربع مراتب يكون له قيمه فاذا اخلي الصفر تدري هذا راح يصير الرقم من ثلاث مراتب لانه ما له قيمه ما ياثر على قيمه الرقم بالمجمل اذا صغر من جهه اليسار فيكون عندي من خياراتي اللي اول رقم هي تسعه من تسع خيارات هنا مو رقم تسعه هنا أنا تسع خيارات أقصد هنا أنا الرقم راح يكون أي واحد من ذني من الواحد للتسعة. الخيار الثاني إيش قد شباب هسه أسمع من الباقين الخيار الثاني إيش قد الخيار الثاني إيش قد عندي دكتور يكون ثمانية اختاريت واحد من ذني لا مو صح هي انت قلت من الواحد من تسعه بما اني اختاريت واحد بقني ثمانيه بس مو الصفر راح يرجع وياهن انا بس باليسار ما اختاريت الصفر ما يصير اختاره طلعته من الخيارات بس بالثاني المرتبه الثانيه لا يصير فرجع ارجع الصفر من مجموع البقن اللي هن تسعه راح اختار واحد اي واحد من تسعه وهنا ثمانيه زين هذا الحل صحيح حد الآن صحيح دنحل لا دكتور لا دكتور ليش أنا الصفر أيضا لازم لا لا ياسر أمين ليش قلت لا أنا مو قلت شرط أول خانة تسعة ثاني خانة ثمانية دكتور مو احنا ذكرنا عفوا على المقاطعة أمين إيه. احنا ذكرنا بدون تكرار اي هو سندني مش احنا بدون تكرار صح مو صحيح دكتور تمام بدون تكرار زين شنو اللي صار لا اللي صار انا اقول من فرق الفرق الشرط اللي خليته استاذ انا قلت الرقم زوجي العدد لازم يطلع زوجي فاني ذني دكتور تسمح لي اول شيء لازم يلا مثل ما قلنا وراها ثمانية وراها سبعة وراها نحسب ايش قد اكو اعداد زوجية لانه اذا الاحاد زوجي راح يكون هنا انا اقاطعك امين كلامك صح 100% بس اقاطعك الخطأ وين صار عندك من رجعت خليت التسلسل من اليسار مثل ما انا قلت صحيح. بالبداية المفروض اخلي الشروط انفذ الشروط اختار اولا صفر ما يصير فواحد من تسعة زين أو بالحقيقة ما أختار حتى من التسعة هذا هم خطأ أول ما راح أحقق شرط الزوجي كم عندي رقم ممكن يكون زوجي عندي خمسة اللي هي 0 2 4 6 8 فهنا أنا عندي خمس خيارات أرجع اختاريت ما يحقق لي العدد الزوجي الشرط أرجع لهذا أول واحد بقن من ذني العشرة بقن تسعة من ضمنهم الصفر ما أختاره فراح يصير عندي خيار هنا أنا من ثمانية هنا واحد اختاريته هنا واحد هنا اختاريته وكان عندي ثمانية أيضا وهنا سبعة يلا هسه مني وضحة مرت اللخ بني وضح لي سويته مرت اللخ
بس هالمرة لا أمين ولا ياسر ولا رامي ولا رحمة ولا رحمة. أريد أسمع من غيره من غيركم. يلا شباب سيف حسين، سيف حسين تسمعني؟ روح خالد، خبر روح خالد من ديش المحاضرة يقولوا أما ريم رقد عمر حسون. لا دكتور. يلا عمر وضح لنا هنا اللي سويناه شنو هذا الوايت بورد. دكتور سوي مجموعة لكي تطلع أرقام زوجية. زين سوينا أول شيء من قلت رقم زوجي. نعم. إيه شنو اللي سويناه؟ اشترينا أول رقمين 8x8 زوجي. ممتاز. وسبعة فردي. والسبعة فردي. ممتاز. نعم. صح. ممتاز عمر. أشكرك عمر. مشاركة كل شيء. عفوا دكتور. عشتيدك. بعد من يشارك إني هيك مشاركة؟ لا دز لي علامة استفهام مين هو الموضوع واضح. بعد من الشباب أريد مشاركة قوية. محمد عبد الرسول. نعم استاذ. يلا حمود انت شو تقول على الوايت بورد هذا شو سوينا هذا الرقم؟ دكتور اول شيء انا بدنا نحقق احنا رايدين نطلع عدد يعني اربع ارقام طلع زوجي فبالبدايه راح نختار على بدنا نحققه فلازم نختار البدايه عدد زوجي من بين المجموعه كلها عشان عدد زوجي انا عندي بيها عند الصفر والاثنين والأربعة والستة والثمانية فذني أطلع من عندي رقم زوجي على مود أحقق هذا الرقم اللي عندي هو زوجي. يعني أول رقم بالأحد نخلي نختار واحد من خمسة. فأخذنا خمس خيارات. أخذنا واحد. أخذنا من خمس خيارات واحد. بالمجموعة كلها هي عشر أعداد. من أخذنا واحد ظلان تسعة. تمام. بس بالبداية ممتاز. ما أقدر أضيف الصفر. بالبداية ما أقدر أضيف الصفر لأن ما إلى قيمة. فراح أصير عندي الأعداد ثمانية. فراح أصير عندي خيارات من ثمانية. ثاني مرتبة. راح يصير عندي 8 اعداد لان ضفنا الصفر رجعناه فراح يصير عندي من 8 اختيارات فاخذنا واحد ظلنا 7 في المرتبه الثالثه راح يصير من 7 اختيارات. محمد محمد عمر 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 تسمعني؟ يا عمر دكتور عمر حصلنا عمر رعد اللي انت جاوبت قبل شوية عمر حصلنا ايه انت اللي جاوبتني قلت ثمانية زوجي وثمانية زوجي وسبعة فردي تمام؟ لا. سمعت الإجابة الصحيحة؟ اوكي سمعت الإجابة الصحيحة؟ نعم خليك ويا المحاضرة. يلا شباب خلونا ننهي المحاضرة اليوم طولنا حتى لن تعبكم بعد أكثر فنسلم عليكم ونتمنى اليوم إن شاء الله ننزل لكم المحاضرة مع أمثلة طبعا وحاولوا تحلون بديكم أوكي وتتعاونون تشوفون الطلبة اللي يعني دكتور اللي يتفاعلون ونتمنى التوفيق على أمل نلتقياكم الأسبوع القادم ومثل ما قلت لكم اللي يحب ثلاثة بالوحدة أنا عندي نفس المحاضرة بالحضوري ويا القسم الآخر يجي هلبي يريد يعني يضبط أموره بالمادة يعني راح تكون الأسئلة واحدة يعني دكتور في السؤال إذا تسمعني قول عيني قول عزيزي ياسر دكتور بالنسبة للشرط مال التبادل مو إيه؟ بالسؤال أيضا بالسؤال مال
شرط مع التبادل بالسؤال مال التبادل مع المجموعات، ولازم يذكر لنا انه مثلا التكرار او طبعاً. عدم التكرار. طبعا تكرار بدون تكرار مو هذا راح ياثر على العدس صح لو لا؟ طبعا طبعا راح ياثر نعم. على الخيارات اكيد نعم. ما يقبل الشيء نعم. هذه طبعا راح اخلي امثله كثيره نعم دكتور امثله وضروره لك. شوف انا متاكد اللي قاعد وتناقش وفتهم الفكره ما راح تواجه اي صعوبه، حتى احتمال ما يحتاج يقرا يجوز يحلها مثال مثاليا، بس اذا هو فاهم الفكره فهم الفكره بشكل جيد نعم دكتور يمشي وياخذ فول مارك. تحياتنا نعم لكم، نشوفكم ان شاء الله على خير. سلامنا لكل الموجودين واللي ما موجودين، ولهم خلي شويه يلتزمون بالمحاضره من اجلهم، يعني ديسكريت ماثيماتكس شغله يراد له ورقه وقلم يراد له حضور يعني شويه اذا قدرتوا، ما يقدر بعد معذور الله العظيم. تحياتنا، نشوفكم ان شاء الله على خير، في امان الله.